جري ديال الاكسجين. لا انا مثير باش ما يطيب حيت طابلينا. طابلينا دايرين لي مسكين طاب كلو، راه حنا في الدويان وحنا نهار دار عملية العينية. سميتو الحسن بو الحسن. سلام بو الحسن، باغي لي يدك مد لي يدك. انا جيت نهار دار العملية جاو لي الحبيب ديالك. كي داير؟ ضربني هادي. ضربك الحبيب صافي بو حط حطها. طيب سخون. اي راه بغيت قلت لك راه غادي يقولها هاد اختي تبارك الله. سير مريح بها تما كاينه مدخول فيها. ما عندكش فرحة ما عندكش فرحة. أبا سخري كرسي شوية. أنا نقرب لك أبا، أنا نقرب أنا نقرب. يلا. أه. والحمد لله. الله يشافيك. الله يعطيك صحيحتك. الله يعطيك صحيحتك أبا. الله يعطيك صحيحتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخويا سعيد. السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر المؤلم من مدينة الدار البيضاء. وعندنا قصة ديال مسن ومسنة كيتعرضوا للاعتداء من طرف ربة هذا البيت أو المالكة الأصلية ديال هذا البيت، اللي مكتارينو من عند العائلة ديالها من عند والديها منذ 1972. موضوع كراء البيوت اللي كيتجاوز واحد المدة زمنية طويلة ومشاكله اللي معروضين أمام القضاء كثيرة ومتعددة. حنا اليوم ما غنناقشوش واش هاد السيده عندها الحق اولا ما عندهاش الحق تخرجهم، داكشي القانون كيعلموه اهل الاختصاص. ولكن اللي غنناقشوا اليوم ان هاد السيده من بعد ما كرات، ماشي هي اللي كرات، عائلتها والديها الله يرحمهم كراو هاد البيت لهاد العائله المسنه قبل ما يتزادوا عندهم الوليدات، ولدوا وليداتهم هنا. واحد النهار الورثه ما بقاوش بغاو هاد الناس من حقهم دارهم. قالك من حكم في ماله فما ظلم. ولكن القضية الآن راها معروضة أمام القضاء. القضاء هو الفيصل، القضاء هو اللي غيقرر واش هاد المرأة من حقها أنها تفرغ هاد الناس وتشردهم للشارع أولا غادي ترفض ليها هاد القضية. أما باش تكون عندك قضية مرفوعة أمام القضاء وتجي كتهجم على الناس فهذا شيء مرفوض رفضا باتا. كتشوفوا معنا با الحسن. با الحسن شحال من عام وانت ساكن هنا؟ 50 عام. هكا ولدتي وليداتك هنا؟ خمسة الوليدات. واخا با ودابا مالك مع مولات الدار؟ اش واقع لك معاها؟ مع ولاد مولات الدار؟ بزاف. كتجي كتجي لك غير كتجي لك غير كتجي لك. طيب صارت واحد الوزة قالت لي ما كاينش روسي. اييه. جا انت عندك الولاد. انا نعطي انا نعطي بلا توصيل؟ بلا توصيل. قالت لي لا ناخذها بلا فهي هذيك زينا الى الماكا هذاك الا هذاك الدري ديال الصغير خدم لي باش تروي كيجي جا كنسال ودابا با شنو كدير لك هاد مولات الدار كتهجم عليكم؟ كيفاش شو عليك يقول باغي يطيحوا على الباطل صيفطوا الحبس.
دابا شنو بغيتي؟ سيري وهضر معاك. نشوفوا المخزن اش قال، وهذا هو الكلام المعقول. نشوفوا المخزن اش قال. هذاك قال لك هذاك البيت راه واحد الرياض مسكوت، وهذا ما عندي بينا شيء. انا ما عندي بينا شيء، هذاك الطريق قابلني الطريق البيت في الجفة. صعب عندي ما ندير. انا ما يشكى علينا الطريق، فيش علينا والله يا فوق، والله يعطيك الصحة يحسن، الله يعطيك الصحة يحسن. الحمد لله، يدي طيبين مسكين. بالنسبة لك كنصوم شديد مشاهدي قناه جوج تي في. يعني شكون هذا اللي ما غتكونش في قلبه ولو ذره انسانيه ويقدر يتعدى على هاد السيده كماما؟ السلام عليكم. السلام الحبيبه. تم زهره. راجلك كرسي مزيان؟ لا ها كرسي كرسي تما نجلس هنا. لا خليني هنا صغيره حتى. المهم تي اجي ادير الكرسي وريحي هنا. المهم ادير الكرسي وريحي عندك. شوفي المهم تي المهم تي دير الكرسي دوري دوري شوفي فيا. اجي عندك دوري عندك قربي حدايا قربي حدايا. شنو واقع لك محبيب؟ لا تي مول الدار. انا مول الدار شافني شحال من عام وحنا هنايا، راه 50 عام وحنا ساكنين. كنا مزيانين شويه، كان الناس الوالدين ماتوا بقاو غاز الوراثه. حتى لواحد النهار قالت لي كرا تبني في الصح اللي تيعطيني الكرا كنعطيها الكرا كنعطيها الكرا كنعطيها حتى تجمع 8 شهور كنعطيني الراس قالت لي ما عطيتينيش سيري دعيني. مشات صيفطت لي خوتها جوج، واحد مات باه في طاليان وما جاش، ماتت امه وما جاش عادي. الله جا جابو خوه. انا قاعده في الباب عندي القلب كان متضمط، قاعده في الباب توقفوا عليا قالوا لي علاش ما بيتي. واحد قال لي ماكش ما بيتي تعطي الكرا. قلت له راه الوصل هكاك. قال لي الاخر شوفي ما لي طولهم قصروا خوي لي محلنا، خوي لينا محلنا يا وليدي اللي بغيتوه نديرو بيتو محلكم نعطوه لكم بالقانون. ايه نعطوه لكم بالقانون. والرواسب راه عطيتها 8 شهور وما عطاتنيش الرواسب. عطاني الرواسب قال لي ما عطيك الرواسب ما عطيك والو. اري 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 الكراوي يدير لي بيديها هكا ودرت تسمع هكا. ملي قلت لهم لا بيشدوا فيا، ملي بيشدوا فيا دخلت سديت الباب وخليتهم. مشيت صيفطت ليها الناس هاكي كراك لي واحد شهرين جمعت خو من مور هاديك 8 شهور هاكي كراك وعطيني 10 درواس بدا فيا ما عطيانيش. علاش ما جيتش حطيتهم في المحكمة مولاتي؟ مش ما بغاتش شديتهم للمحكمة، درت محامي في المحكمة حطيت ليها كراك. حطيت ليها كرهها جا العاون دق عليهم. خرجت بنتها مطلقه خرجت دوات معاه قالت لي قالت لي شنو؟ قال لي هاكي كراكم وري الراس. قالت لي ما باينه نشدوا الكرا ما عاطيني الراس. قال لي ها وشكون اللي كيشد الكرا؟ قالت لي ما شدوا حتى واحد. قال لي ها سيروا ديروا له وكاله الواحد اللي غادي يشد الكرا وجو خذوا كراكم راه في المحكمه. هي هذيك ما بقاوش ما خداوش كراهم
من قبل اللي كيديروا كيجيبوا الناس كيفعلوا مع الحقيقه عنهم. المهم بديت انا كرهت حطيته في المحكمه، جيت للدار حالاتي لقيت باكا مسكينه، احنا دعيناكم تخرجوا ولا ما خرجتوش ولا غلبناكم تخلصوا القانون، هادشي اللي خسرنا تخلصوا. ايه مشيت انا درت المحامي درتي القانون ديالك؟ درت القانون تاعنا ديالي اللي دارها حنا ولا القانون اللي دارها القانون مرحبا بها مرحبا بها. خرجوني مرحبا، لاحوني في الزنقه مرحبا، شافوا في هذا الراجل مات مرحبا. وتانا راني يلاه درت عملية على القلب وعندي السكر طيب عليا 4 غرام ونص، هذا وراه عندي طونسيو 25، عندي العينين هادي شوف تما طلع لهم السكر. وتا النهار الاثنين قاعد ولدي لهين ما كيبغيش يخرج، ولدي عنده مرض الصرع كيقول تي باكي قاعد في لهين، قال الطبيب ما تمشيش ما تمشي بعيد تحت الشانطي ما تبعش من الدار قاعد لهي، كيجي تطلع على با يصوني ديك الكوش ولي مقابلو مقابل با تيدير لي ديك الكوش، جاتو قرعه تحت الجاج نحوها لي عليه. خرجت هبطت جري تعاير فيه البنت اللي طلقها تسمع العيا، طليت لقيتها يا خديجه انتي مراه وهو راجل اش دار لي، قولي لي انا نهضر مع والدي اللي دار لي قالت لي تصرطوا طلعتوا في الراس وفي الصيد وكم في الصيد هاو ديت امها تجري ولدي بيدخل الحيط شدته من هنا وكانت دير لي هكا هكا مع الحيط وتزدي فيه مع الحيط، وهو عنده مرض الصرع عنده ما عرف نقولوها في الفرنسي. يوم كنت قال لنا الطبيب راهي لا غنغوط قال اه يتصرف لي الانسان ويمشي، وعنده الاعصاب راه دواه راه وراقي راه كلشي عند الطبيبه ديال المخزن وعند الطبيبه ديال الفلوس وفي مريزكو راه كنجري بولدي مقابل. والله قالت لي تنصيفطوا لك نحبسوا الناس دابا القضيه في المحاكم وهما تيهجموا وهما تيهجموا عليا اش بغاو عندي. درتي شي شكايه حبيبتي؟ درتها وباقي ما باقي ما جاوبوناش، درتها نهار هذاك النهار اللي درتها غجيت وطحت وهزتني لابيلونس راه درت كل شافو هزتني طلعوا لي 4 غرام ونص تاع السكر. قال لي الطبيب معامن قالوا لي امراها كاين وكاين، قال لهم هذه المراه راه تمشي تحبسها وبقات عند المراه ها ورا تصاور الراجل ها الراجل تنشوفوه يعطوني تيساعد الناس. حنا عند القانون دابا انت كطلبي واحد الحاجه هي منطقيه، انا كنقولوا بان هاد الناس يعطوك اتساع على القضيه راه انا مطلعه اتساع لولدي راه ولدي مريض وولدي هز باه قال لي الطبيب الا غوطتي تصفيك نسال كيموت، ها هو واحد حدا انا مات به ذاك وقتي يعطو تنطلب يعطو اتساع لولدي. حنا ولاد القانون الا جا المخزن وخرجني وشد ليا بيدي نخرج ما قلتي كذا بيعطوني يعاونوني باش نخرج نكري ولا باش نسبق نخرج ليهم في الليل قبل النهار قبل كاع ما يحكم كاع ما يحكم المخزن. هما قلتي حتى كلمه ديال يعطوني تيسعة الناس كلام كله معقول كلام كله منطقي الناس يعطوني تيسعة. انا مريضه راجلي مريض ولدي مريض يعطوني تيسعة راه غادي يطيح شي روح راه الراجل ها اللي شفتو ها هو شافو راه كيقول لك واك واك ولدي بيمشي للحبس انا غنموت انا هذاك خويا ما كاينش ما كاينش لي عطينا تغمى تاعكم ها انا راه كنطيح كنغيب هادي تا فاتحه رجل تحت طلع لي السكر هادي واش انا يعطوني ها عندي ربي حنا عند ولاو عايشينكم في الروض ساهم لينا في الخوف اختي حنا في ديورنا عايشين في الروض ولينا في الخوف عاد دقيقه تمشي الباب نقول غادي يدخلوا عليا الباب يدخلوا عليا هما تيك جوجات مطلقات بناتها وهي جوجات خارجه وحده داخله وحده خارجه وحده تيتلاقوا منين يدوزوا لينا عطوني التيسع انا كنتبنى فيهم يعطوني التيسع راه ولدي تصاب ليه نسالة ويموت هما الناس صحابنا خاصكم الراحه يعطونا التيسع وخاص النفسيه ديالكم تكون مرتاحه بغينا التيسع درنا مشينا عند المخزن اللي دارها حنا ولاد المخزن اللي دارها لينا المخزن مرحبا بها حول ولا قوه اللي دارها الا شدوا لي الفيديو ولا حاو في الزنقه نحضر راسي ونزيد يعطونا التيسع. لا ما تنظنش حنايا ان المخزن حنا عارفين اننا عندنا العداله وحنا في بلاد الحق والقانون ايوا على هذا القانون فين نديروا لا دابا منتي القانون ما قال حتى شي حاجه ديال العيب إيه؟ القانون راكم فيه ايوا هما ما بغاوش هما راه هادو ما كيمثلوش القانون هادو كيمثلو انفسهم هادو مخلط دايرين دايرين هادشي اللي كيديروا هادشي هادشي هما انت حسب التصريحات ديالك اللي كيديروا راه خارج على القانون خارج على القانون هذا خارج على اطار القانون. حنا تنعرفوا ان كاين واحد الحكم بالافراغ كيجي عن طريق المحكمه هي هي ما كيجيش بشرع ليا حاجه جوج خطرات وكلات لي في 8 شهور ما نسمح ليها فيهم راك لا كيهدمني ها هو بغاهم منين تيشريو ما كتلقاني مسكين الله يرحمك الدرهم 1000 درهم فيها الضوء فيها الماء فيها الكرا فيها الدوالية فيها الولدي فيها اللي هو فيها فين غنمشي فين
فين انا غادي نمشي هاد الناس فين غادي فين بين لحوني فين بين لحوني ولات فيا الله انا القلب دابا كيعود يديرها وحق الله حتى الحزب الحزين جدات القران راهي ليا يا ما تنعش ما كنشوفو تنبات نبكي وديتو الشهاده الطبيه ديالك عند الدائره الامنيه ديتو مقيد لهم باقي ما ديتهاش راه جامعه خويا هي داك النهار انا هضر النهار غادي الوريقات ديالك ودي الشهاده الطبيه ديالك باش قالوا لي باش الدائره الامنيه عيطوا الخدمه ديالهم دابا نعيطوا عليك ما عيطوش عليا ما عيطوش عليا بنيتي انا ما عرفتش هاد الناس ما عرفت هما واصلين واصلين هما يسحبوا بنتي كاين واصلين ما واصلين بلاد شوفي بلاد كاين شي واحد ما حسن من شي واحد راه كاين الله هادي بلاد ديال القانون راه كاين الله فوق منا الله ياخذ الحق في الظلم الله ياخذ الحق في الظلم الله ياخذ الحق في الظلم تعداو علينا وعيطوا من الله دعيتهم الله حسبنا الله ونعم الوكيل دعيتهم الله كيقول انا باقي يقول حسبي الله حسبنا الله ونعم الوكيل تعاونوا علينا خلونا في الرعب عندنا عايشين في الرعب عندنا ناكلوا نقعدوا نحطوا صينيه ونقتلوا يحرك شي كباب ونقتلوا شنو مع شنو كيبغي يخلي لا 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 محنا محل وانا محنا حتى ولا مسكين كيخوف كشتي الدري كشتي الدري راسو اي واحد زولي قولي مصطفى المتوكي اش تتعرف عليه الا قال عليه شي حاجه خايبه ولا قال عليه شي كلمه انا نمشي نطبق انا مطبق هذا الدرب كله من الكبير من الكبير الصغير مراه راجل دري كلمه الا قال لكم مصطفى متوكي الخايب ولا كيجبد شي حد ولا كيدير شي حاجه انا نطبق 50 عام باش تشدو انت في حناكو انت في حناكو وتقول لي غادي نصيفطك للحبس ندير لك باطل لا اله الا محمد رسول الله. اذا مشاهدي قناه شوف تي في هذه هي القصه الماساويه ديال هذه العائله المسنه. للاسف الشديد كاين بعض الناس ما كيفكروش بعقول ديالهم. القضيه الان مرفوعه امام القضاء والقضاء هو اللي غيقول الكلمه ديالو الاخيره. حتى شي واحد ما من حقه انه يتهجم على هاد الناس انسانيا من غير قانونيا ومن غير انسانيا. كيف يعقل اننا نتهجموا على ناس مسنين حسب التصريحات اللي سمعنا من هاد السيده ومن هاد السيد. لا اله الا محمد رسول الله اقول الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله الليله ما نبات فيها يكون عندي غير شبر حقوق